غنوة، شو بتخبرين اليوم خلال تخطيطك من خلال على الحدود اللبنانية؟ شو الجديد اللي عم تختبريه اليوم المختلف عن السابق؟ هلا طبعا نحن مقارنة مع ما يحدث في غزة يعني بنخجل اكيد نحكي ونقول انه في خطورة بتخطيطنا. هلا طبعا لانه هو الامور، بس طبعا الامور بتضلها شوي فيها فلتان اليوم على الحدود، لانه مش يعني الصحفيين اليوم موجودين باماكن متفرقه وعم بيتحركوا بحريه بدون اي ضوابط. نحن بنعرف اذا كان في حروب عاده بيكونوا الصحفيين باماكن محدده، ولكن اليوم لما ما يكون في قواعد لتحرك الصحافه، ويمكن انه يكون ممكن الصحفي يفكر انه في سبق صحفي هو وبده يجيب معلومة، ممكن هون يكون عم بيعرض حياته للخطر. بس فعليا يعني أنا ما بشعر، نحن دايما في خطر، يعني في خطر على المدني مثل ما في خطر على الصحافة بالمكان اللي نحن موجودين فيه، بس منه بخطر الحرب الكبير. اليوم مثلا زميلنا عصام لما قتل بحسب تقرير مراسلون بلا حدود اليوم، مش اللي نحن عم نقوله، هو استهدف بطريقة مباشرة، مش لأنه في حرب، أكيد في حرب وأكيد في خطر، بس في كان استهداف مباشر بهيدا لم يستشهد عبر إطلاق نار، إنما اليوم طلع تقرير من مراسلون بلا حدود أنه تم استهداف مباشر لعصام العبد الله، الشهيد عصام العبد الله اللي عم تشوف صوره يعني بهالاستوديو. طبعا تحية لروحه، بنكرر العزاء لأهله وللجسم الصحفي و لكل اللبنانيين والعرب. محمد، أنت كمان موجود بالتغطية من اليوم الأول، صحيح؟ بعد ما صار، يعني بعد ما استشهد عصام العبد الله، كان بمكان آمن عصام؟ رابع، نحن زرنا المكان اللي استشهد واللي استهدف فيه الفريق الصحافي اللي كان موجود بعلم الشعب. المكان بعيد نسبياً عن الحدود، وبالتالي محيط القصف الإسرائيلي اللي كان عم بيصير بهذه المنطقة من المفترض كان أن لا يصيب هذه النقطة التي كانوا موجودين فيها الشباب. وبالتالي المشهدية، أنا كنت زرت هذا المحل، مشهد السيارة، المحل اللي موجودين فيه هو صحيح مطل على الحدود ولكن بعيد، يعني الضربة حتى وإن كانت عشوائية ما بتنزل بهذه المنطقة. الشباب في كتير كانوا موجودين بهذاك النقطة، إن كان بالنقطة اللي استهدفوا فيها الشباب أو حتى بنقاط قريبة جدا من هذا المحل، خصوصا يعني غنوة بتعرف وكل الشباب بيعرفوا إن إحنا أكتر شيء مندور على نقطة تكون مطلة على الأماكن اللي عم بيصير فيها قصف. وبالتالي النقطة كانت كتير مطلة ولكن بنفس الوقت كتير بعيدة. وبالتالي أي تقارير بتقول إنه خطأ أو عشوائية، الأرض بتقول غير هذا الشيء، يعني الاستهداف موجود. الحفة اللي كان عم يقعد عليها الشهيد عصام الله يرحمه بعدها لهلا مكسورة، البليت تبع الدرع بعدها موجودة بنفس المحل. ما في حدا يقنعنا انه صارت القصة بالغلط.